التهاب الجيوب الأنفية هو من أمراض الجهاز التنفسي العلوي، تصيب الكثير من الناس حول العالم. 24 مليون حالة إصابة فقط في الولايات المتحدة سنوياً بالتهاب الجيوب الأنفية. التهاب الجيوب الأنفية له عدة تصنيفات، عدة طرق علاجية، منها الجراحية، منها المنزلية، ومنها الدوائية، وله عدة أشكال. حتى نتحدث أكثر عن هذا المرض مشاهدينا، ينضم إلينا في ملف الاستشارة الطبية الدكتورة سحر الحسون، استشارية جراحة الأنف والأذن والحنجرة، ضيفتنا وضيفة المشاهدين. دكتورة سحر، حياك الله معنا اليوم. أهلين أهلين، هلا آيات، كيفك؟ دكتورة الله يسعدك. بداية رديار طلبة أهلها، الله يحفظك يطول عمرك. خلينا نتحدث عن التهاب الجيوب الأنفية من ناحية الفروقات بينه وبين أمراض البرد الشائعة، نزلات البرد. خليني أحكي بداية أنه ما هي الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية عبارة عن غرف من الهواء موجودة بالجبهة بين العينتين وتحت العين وخلف العين. طبعا موقعها هي بين العين وبين الدماغ وبين أجزاء مهمة، الشرايين والقريبة من عصب البصر، وهل اللي هي الفيتال ستراكتشرز. النقطة اللي هو بداية أنه تبدي البرد، نزلات البردية، البرد اللي تفضلتي بيها، أنه المريض يحس ألم بالحلق، رشح مثل المي، يكون صداع، حرارة، مرات يضرب الألم إلى على الأسنان، مرات أنه على الأذن. لكن إذا ترك هذا الموضوع، معظمها طبعا يكون فيروسي، اللي يسميها الإنفلونزا ولا exactly. هي هذا، ووراها يصير الموضوع الأصعب اللي هي تنتقل إلى يسموه التهاب الجيوب الأنفية، وطبعا بها علاجات وبها، يعني هي المرحلة الأولية قد تكون نزلات البرد الشائعة بالضبط. تتحول فيما بعد إلى التهاب جيوب أنفية. إذا التهاب جيوب الأنفية فيروسي بداية، يكون التهاب فيروسي وممكن يتحول بالضبط إلى البكتيريا. إذا لما نقول فيروسي، المضادات الحيوية غير ناجعة في علاجه، ممنوعة ممنوعة. الحقيقة إحنا نفضل أنه توعية للناس أنه لا المشكلة تستعمل. المريض دغري يلجأ إلى الأموكسيسيلين، المضادات الحيوية الأخرى، صحيح، يقول لك خلص يعني تنتهي الأمور بمجرد أخذي لهذا الكرسي الدوائي. صحيح، هو يمكن نفسي يكون أكثر من أنه صحيح واقعي، لأنه إحنا نعرف كليتنا أنه الفيروسز ما تعالج بالمضادات الحيوية، لازم يتحول إلى بكتيريا، التهاب بكتيريا، حتى المضاد الحيوي هو للبكتيريا فقط. فننتظر شوية في أسبوع 10 أيام، وبعدين يلا إذا تغير لون الإفرازات، إذا ثخنت، إذا المريض يحس بتوعك أكثر، سداد بالأنف، ما يقدر ينام، يضرب مثلا الألم على الأذن، على الأسنان، هاي الأعراض ممكن أنه طبعا، وما يأخذها من أنه يروح للصيدلية ويأخذ العلاج. الأفضل أنه يزور الطبيب ويفحص الفحص يعني الناظوري. ممكن الأعراض تتحسن تلقائيا، هو ممكن موجود في المنزل، ممكن جدا يلجأ في علاجات منزلية معينة. نعم، اللي هي اللي يسموها بالخارج الأوفر ذا كاونتر، اللي هي مثلا القطرات البسيطة اللي بالأنف، مرات هذا الأدوية مع الأدفيل كولدن ساينس والبانادول ساينس، وهل فيتامين سي مثلا سبراي فيه للفم، البيتادين سبراي، اللي هي تخفف عنه، وطبعا للصداع وللألم الباراسيتامول هو البنادول وهالأمور هذه. دكتورة، بما أننا في صدد الحديث عن العلاجات الدوائية والبخاخات المستخدمة في علاج التهاب الجيوب الأنفية، دائما ما نسمع بأنه بخاخات الأنف المحتوية على الكورتيزون تسبب الإدمان. أتصور هذه معلومة طبية خاطئة، جدا خاطئة، وضحيها للمشاهدين رجاء. جدا خاطئة، لأنه إحنا بالعكس في الأدوية الأخرى اللي تؤدي إلى يسموها ديكونجستنت، اللي هي تقلل من احتقان الأنف، ما أريد أذكر أسماء لأنه حتى لا يعني ضد الشركات، هي مو ضدها أبدا إحنا، لكن الفترة الزمنية لازم ما تعدي من 3 إلى 5 أيام فقط. لكن بالعكس البخاخات مع الكورتيزون، أولا نسبة الكورتيزون تكون ضعيفة جدا، وأكثرها أنه تشتغل موضعي فقط في داخل الأنف، وبالعكس احنا نستعملها لمدة أشهر، وقسم من الناس اللي عندهم ربو أو عندهم زوائد لحمية بالأنف نستعملها سنين.
دكتورة فيما يخص التهاب الجيوب الأنفية الحاد، صحيح؟ طيب التهاب الجيوب الأنفية المزمن دعينا نتحدث عنه ونوضحه. الحقيقة المزمن لما يعدي 3 أشهر، لما في اولا التهابات تبدي هي من الحاد، اكو فتره بين الحاد والمزمن اللي انه هي يسموها التهابات المتكرره للجيوب الانفيه، وخلفها اذا استمر هذا الوضع اكثر من 3 أشهر نعتبر الموضوع مزمن. فبهالحاله هذه العلاج الوحيد هو العمليه. كثير والله دكتوره يقول لك انا سويت العمليه اكثر من مره ورجعت لي، صحيحه هاي المعلومه؟ هذه صحيحه لكن بالسابق أيام زمان، لأنه أيام زمان كانت التقنية مع العملية ما كانوا يستعملون بها المنظار. الآن تقنية المنظار اللي هي يسموها endoscopic sinus surgery فهي أدق، هذه ما ممكن تخطئين، لأنه أولاً الفتحات اللي الله خالقها الطبيعية إحنا دنوسعها، ما نعمل فتحات اصطناعية. يعني هو الجيب الأنفي كغرفة وبه فتحة تفتر الإفرازات وتطلع من نفس الفتحة، هذا خلق الله. فإحنا لما نعمل، أيام زمان كانوا يعملون فتحات اصطناعية، فالفتحة الاصطناعية ما تفيد لأنه راح تظل تفتر الإفرازات وتطلع من الفتحة الطبيعية، فراح تعدي الفتحة ففعليا راح يرجع لك إكزاكتلي. فلذلك المبدأ مال العملية وفعليا هو ما اختفى كليا أساسا. بالضبط، فلذلك الفتحة اللي هي تكون ضيقة نوسعها هي نفسها، فيصير الإفرازات تطلع بصورة صحية والهواء يدخل إلى الجيوب الأنفية بصورة صحية. طيب دكتورة، نحن الآن تحدثنا عن علاجات التهاب الجيوب الأنفية، والمشاهدين بينتظروا النقطة الأهم في هذا الحوار، هل هنالك علاج نهائي غير الجراحة لالتهاب الجيوب الأنفية؟ تعتمد على درجة الالتهاب. نعم، هناك ممكن أنه يطيب المريض على العلاج اللي هو المضاد الحيوي والبخاخات وهالكورتيزون، مرات احنا نعطي، ومرات انه ما ممكن يكون العلاج، لازم يكون جراحة. شيء ثاني، احنا مو بس الالتهابات اللي هي البكتيريا، في التهابات اللي هي الفطريات واللي هي اكثر شيء بالعراق عندنا احنا، اللي هو يسموه allergic fungal sinusitis، يصير زوائد لحمية ويصير بؤر مال فطريات بداخل الجيوب الأنفية، هذه ما ممكن تعالج بالعلاج الطبي، لازم عملية. فشيء ثاني، أكو الشيء الآخر اللي هي الزوائد اللحمية اللي تصير نتيجة التحسس، يصير بالناس اللي عندهم ربو مثلا أو بدون ربو، هذه ما ممكن، يعني هي لحماية زايدة فلازم تشيليها بالجراحة، لازم نضطر للجراحة. نعم. أما إذا التهاب عادي بدون الفطريات بدون زوائد لحمية بيها مجال أنه ممكن يعالج بالعلاج الطبي. دكتورة، في أمراض معينة تزيد من حدة التهاب الجيوب الأنفية؟ أو أسألك السؤال بصورة أخرى، من هو الشخص الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية؟ الحقيقة هو إحنا نمثل الأنف بالفلتر، فلتر للجهاز التنفسي العلوي والسفلي. فهو الفلتر دائما أول شيء ما تبدليه بالسيارة هو الفلتر، هو اللي يعقم ينظف ويرطب الهواء قبل ما يدخل إلى الرئة. فأكثر الناس في أكثر يعني الأعمار يصير بيهم هذا المرض جدا جدا شائع، فما أقدر أحدد لك فئة معينة، يمكن اللي عندهم تحسس ممكن يكونون أكثر عرضة. انحراف الوتيرة، انحراف الوتيرة شيء آخر تماما، ممكن يؤدي إلى أو يزيد من أعراض التهاب الجيوب الأنفية في حالة واحدة، إذا كان الانحراف مسكر على الفتحة الطبيعية للجيوب الأنفية أو كابس على الرفوف مال الأنف بطريقة ما يخلي الإفرازات تطلع بصورة صحيحة. طيب دكتورة، في نهاية الحديث دعينا نوجه نصيحة طبية للوقاية، يعني تحدثنا عن العلاج وطرقه، خلينا نتحدث عن طرق الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية أو الطرق التي ممكن أن تسهم في تخفيف حدة الأعراض. أول شيء الوقاية أنه الواحد دائما يأخذ فيتامين سي، يحاول أنه يعني يأكل أكل صحي، هذا أهم نقطة حتى تكون جهاز المناعة مالته يكون قوي. اثنين، الابتعاد، ما يعني هاي بعد الكورونا لاحظنا أنه في نسبة لا بأس بها أنه
عدد الرشح والجيوب الأنفية قلت لأنه يلبسون الماسك. دكتورتنا العزيزة وضيفتنا الطيبة في هذه الفقرة استشارة طبية، كل الشكر لانضمامك إن الدكتورة سحر الحسون استشارية جراحة الأنف والأذن والحجر. شكرا لك.